أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. نهار اليوم عادت الأجواء للاستقرار بعدما شهدت المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين الماضيين، أثرت بشكل رئيسي على القطاع الغربي من المملكة، أيضا على سواحل البحر الأحمر، وشملت أيضا مدينة جدة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس المستقر، متوقع أن يسيطر على المملكة خلال اليومين القادمين على الأقل، أيضا مراقبة حالة ماطرة جديدة متوقع أن تؤثر على المملكة خلال نهاية الأسبوع واعتبارا من يوم الأربعاء، وأيضا برودة لافتة في الأجواء في عموم المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة والمتوسطة التي انتشرت في هذا الخط، هي عبارة عن بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وساد طقس صافي في باقي مناطق المملكة. نعود الآن للحالة الجوية التي أثرت على المملكة ونستعرض الآن وإياكم إلى كميات الأمطار التي سجلتها محطات المملكة في القطاع الغربي والقطاع الشمالي، حيث سجلت مدينة ينبع أكبر كمية حيث سجلت 60 ملم أثناء الحالة الجوية، مدينة أملج 24.4، أما رابغ 10 ملم، مدينة جدة تقريبا 4 ملم، حي البساتين حوالي 13.5 ملم، حائل سجلت تقريبا حوالي ملمتر ونصف، أما عرعر 2 ملم وسكاكا 7 ملم. خلال اعتبار من يوم الأربعاء كما ذكرنا هناك يتم مراقبة حالة جوية ماطرة متوقع أن تؤثر في عموم مناطق المملكة، هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط بالتزامن مع اندفاع لبقايا الرطوبة المرافقة للحالة المدارية التي أثرت على الصومال وخليج عدن خلال نهار اليوم وخلال يوم غد بإذن الله، حيث هذا الإعصار أو هذا العاصفة المدارية ستتلاشى تقريبا خلال اليومين القادمين، لكن الرطوبة التي رافقت هذه العاصفة ستنتشر وتندفع نحو منطقة الجزيرة العربية وهي التي استعمل على نشوء هذه الحالة الماطرة. بالنسبة للحالة الماطرة يتوقع أن تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث توجد فرصة 25% لهطول زخات من الأمطار في مدينة جدة، لكن يوم الخميس بإذن الله تتسع رقعة هذه الحالة الماطرة وتشتد، وبالتالي تكون الفرصة أفضل لهطول زخات رعدية من الأمطار في مدينة جدة تكون غزيرة وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع خلال يوم الخميس. تستمر فرص الأمطار على مدينة جدة خلال يومي الجمعة والسبت. أما بالنسبة للعاصمة الرياض يتوقع أن تكون الفرصة الأفضل لهطول زخات الأمطار الرعدية المرافقة لهذه الحالة الماطرة اعتبارا من يوم الجمعة، لكن تشتد يوم السبت بإذن الله. نبقى الآن على نتحدث عن الحالة الماطرة المتوقعة ونستعرض الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء بإذن الله، حيث يوم الاثنين تستقر الأجواء في عموم المناطق لا وجود أي فرصة لهطول زخات من الأمطار، نفس الشيء يوم الثلاثاء بسبب سيطرة لمرتفع جوي في عموم شبه الجزيرة العربية، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء بإذن الله يتوقع أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتطور في منطقة البحر الأحمر تتسع يوم الخميس لتشمل العديد من المناطق بما فيها المدن الرئيسية كالعاصمة الرياض خلال يومي الجمعة والسبت ومدينة جدة اعتبارا من يوم الأربعاء، وتشمل لاحقا مدينة الدمام وعموم المنطقة الشرقية. نعود الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد نسبيا مع تفرق لبعض الغيوم، 16 درجة مئوية فقط متوقعة، أما الملموسة حوالي 15 درجة مئوية، نسب رطوبة عالية نوعا ما حوالي 50%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة بإذن الله من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، درجة الحرارة تستقر حول 25 إلى 26 درجة مئوية كحرارة عظمى مع طقس مستقر بشكل عام، أما ليلا تكون الأجواء باردة حوالي 14 إلى 13 درجة مئوية خلال ليالي الاثنين وحتى يوم الأربعاء. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.